لكم على مرحلة من مراحل البناء لكي يمر منها كل بناء، وهي التراسمو. اشنا هو التراسمو؟ التراسمو هي مجموعة من عمليات الحفر والردم. باش نكون اكثر دقة، عملية الحفر هي الدبلي. عملية الحفر كنحيدو التراب من الارض من البقعة اون لوفي، وعملية الردم هي غومبلي، كنعمر بلاصة بالتراب. هنا كنتسألوا ما هي مراحل ديال التراسمو. اول مرحلة غنتكلم عليها هي ديكاباج. اش كيعني ديكاباج؟ هي كنحيد العشب من الارض، كنحيد العشب من الارض وكننقي الارض، هي كنوجد الارض للتراسمو. من بعد ديكاباج كنحدد البلاصه اللي غنحفر فيها، وهذه كتسمى لامبلونطاسيون. هذاك الشيء اللي عندي في البلان كنطبقوه في ارض الواقع في الشونتي، كنطراسي الحدود ولي زاكس في الارض ديالي. من بعد غادي نبداو عمليه الحفير، وهنا كنسالو علاش كنحفروا. الهدف من الحفير هو نوصلو لو بون سول، خاصنا نوصلو لهداك لو بون سول، هي خاصنا نوصلو الارضيه اللي تقدر تحمل الثقل ديال المبنى اللي عندنا بدون ما يطراو لنا مشاكل ولا دي تاسمون ولا شقوق اللي يقدر يديو باش ان الباتيمون يطيح ولا شي حاجه.